السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. السلام عليكم عبشر مبروك للجميع. أتمنى أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو. هذا كما كتشوفوا كل سنة كنديروا مبادرة عيد الأضحى لائلة المحتاجة الفقراء والأيتام والمعوزين. يعني كل سنة كنديروا هذه المبادرة. صح هذه السنة هذه كما كتشوفوا نظرا للغلاء ديال الأضحية، يعني كاين الغلاء هذا العام هذه. اللي بغى يعيد لشي عائلة فقيرة ولا أيتام ولا مرحبا، حنا اللي علينا نديو حتى للعائله يمشي يعطيهم هو الراسو يعيد لهم الراسو، واللي بغى يساهم عاوتاني مرحبا. هادشي اللي كاين، حنا اللي بغى نوريوه الحاله يمشي الراسو يتكلم هي احسن حاجه، واللي بعيد مثلا بغى يساهم بشي حاجه بشي بركه ولا مرحبا. ماشي ضروري انا كتساهم بمبلغ كبير ولا. والثمن ديال الاضحيه اللي حنا دايرين هذا العام 2500 درهم، اقسم بالله ما لقينا 2000 درهم في السوق كدور نهائيا. 2500 درهم هي اقل حاجه، اقل يعني اقل ثمن ديال الخروف. الحمد لله لحد الساعه حنا موفرين واحد 7 العائلات، يعني ساهموا معنا شي اخوان شي محسنين الله يجازيهم بخير. وان شاء الله نتمنوا اننا نعاوتاني كنزيدوا نفرحوا عائلات اخرى. واللي بغى كما كنقول لكم عاود من جديد، ماشي ضروره انك تساهم ماديا، تقدر انت تمشي تشري الحولي كاع وتتصل بينا ولا هادي ونديوك حتى العائله وعطيه بيدك. وهادشي اللي كاين. والناس اللي ميسر عليهم الله عاوتاني، كنتمنى انهم يتعاونوا مع الناس اللي ما عندهاش تشوفوا هذا العام. ومع الاسف راه كاين اللي غادي ما غاديش يعيد صراحه، انا باش نهضروا الواقع كاين اللي والله ما يعيد. الناس اللي ميسر عليهم الله يتفكروا الجيران ديالهم العائله ديالهم. وهادي السلام عليكم الاخوان. الاخوان واحد الحاجه واحد اخرى غادي نهضروا عليها، كاين بزاف ديال الناس كيتصلوا بيا. كنعرف واحد العائله، كنعرف واحد الايتام، كنعرف اخوتي. انا كنعرف بزاف العائلات من هذا النوع هذا ديال الايتام ولا هادي. الا خصكم روحنا انا نوري لكم. خص الناس اللي يعاونوا هاد الناس هادو، ماشي الناس اللي يستافدوا. اللي يستافدوا راه موجودين اللي يستافدوا. وكان عاود واحد النوع واحد اخر عاوتاني كلي لاباس عليهم، يعني فراس مالو السيد ميسر عليه الله واتصل بيا يقول لي راني كنعرف واحد جاري راه خصو العيد وهادي. راك انت اولى داك الاجر الشريف ماشي انا. انا راني كنت كندير هادشي غير في فيسبوك وكننشرو، واللي بغى عاوتاني راه كنديه الراس وكيمشي يتعامل مع الحاله مباشره. هادشي اللي كان اخوانا. ما بقيتش بزاف العيد، اللي بغى يزيد يساهم مع هاد الناس هادو ولا يتكلم بشي عائله مرحبا. عواشر مبروكه والسلام عليكم.